We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you. منك شو منك بتحب العيد بس علشان الهدايا لا يا حبيبي
بس أنا بحب نايم وبحب الهدايا. وعلى فكرة سيدو تتسامح حكولي إنه أنا لو زي الوردية حفيدتهم المخبرية راح أكون مسؤولة عن رأس الدق الجرس هاي السنة. شو؟ لا يا حبيبتي، سيدو سانتا حكالي وأكد علي إنه أنا أكون مسؤول عن رأس الدق الجرس هاي السنة. شو 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 شو؟ لا يا حبيبي، تيتا سانتا حكت لي إنه أنا. لا، سيدو سانتا أكد علي وحكالي أنا. وشو حكالك سيدو سانتا؟ بحكي لي شو حكالي سيدو سانتا. حكالي سيدو سانتا عشان رأس عيد الميلاد لازم نسيت. انت يا شو بتحكي؟ شو حكالك تيتا سانتا؟ أصلا ما نسيت، أصلا انت مش عارف أصلا. لا، تيتا سانتا حكت لي إنه لما نسمع الموسيقى السانتا كلوزية لازم كلنا يا أولاد البلاد والبنات والكبار والصغار نوقف ونرقص عليها. بعدين لازم نعد للعشرة في اللغة الإنجليزية. From 1 to 10، بتعرف تعدوا بالإنجليزي؟ هذه سهلة. هلا أنا بس أطلب منكم منعد From 1 to 10. بالضبط 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 هيك حكالي سيدو سانتا. بس أنا متذكر إنه سيدو حكالي لازم نعد باللغة العربية مش بالإنجليزية. يا حبيبي تيتا سانتا حكت لنا إنه في اللغة الإنجليزية. لوزية، أنا متذكر إنه لازم نعد بالعربي. لوز في الإنجليزي. بالعربي بالإنجليزي. بالعربي بالإنجليزي. بالعربي بالإنجليزي. لوزية بالعربي. اجت الموسيقى نرتين
لوزية أنا عندي سؤال أمريكية عملنا نفس الإنجليزية. عندي سؤال صغير قد شو هو السؤال؟ هذا الجرس على شو بيشتغل؟ شو بيلعبوا فيه يعني عشان يشغلوه؟ كهرباء؟ لا كهرباء؟ لا 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 عطارية. تعرف ليش؟ لأنه أنا هذا السؤال مرة سألته للتيتا سانتا الله يرجعها بالسلامة وهي حكت لي إنه من يوم ما جابوا سيدو سانتا الثامن عشر هو شغال. يعني مظبوط حكى لك بطارية إذا هيك خلصت بطارية صح؟ أصلاً يا حبيبي أنت وياه في زمانات القرن الثامن عشر ما كانش في بطارية. لا 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 صح. على الفحم الحجري. لا 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 على الحبل؟ لا 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 الطاقة الشمسية صح؟ لا 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 طب ايش؟ ايه؟ لا 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 يا رمسية شو لا لا لا؟ بيش تخزين؟ على الحبيبة مدورة. ايه؟ الحبيبة مدورة. على الحبيبة مدورة بكرة بكرة وز؟ على الغاز على الغاز بايدة لوز؟ ايش؟ أكيد في سر. لا يا رمسية لوز هذا السر أكيد موجود في الكتاب. لا لا لوز تيتا سانتا حكت لنا انه لما تواجهوا اي مشكله في البيت السانتا كلوزي لازم تفتحوا الكتاب عشان تلاقوا الجواب. لوز لوز يا اختي حبيبي هلا في طرق جديده وسريعه وحديثه كريسماس دوت كوم. كريسماس دوت كوم هاي بخطرها بيت ماما ملكتنا الحبيبه بنفس السر وحده بتعرف كل الاجوبه. خليك خليك هيدي جاي معي خليك. طيب فرجيني شطارتك اشوف كل شيء بتفكر انه بتقدر تلاقيه على كريسماس دوت كوم وجوجل دوت بي اس. يا الله منك يا لوز. لوز نعم. صار معك شيء جديد؟ لا 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 يا فرحتي فيك. هلا سيدي وتيتا سانتا كيف بدهم يعرفوا انه تأجل جرس واجل عيد جرس؟ لا لوز حلو لوز مر مع بعض مرة بيكون لوز حلو مرة بيكون مر لما يعجب على سيدة وتيتا سانتا. لو هي أنا عندي اقتراح. شو هو؟ شو هو اقتراحك يا عبقري؟ ليكون بدك تحكي لي إنه لازم نكب الكتاب. كبه؟ طبعا لا طبعا هذا الكتاب ما بيكب. تعرف شو بقول لتيتا سانتا الشهيرة اللي بتقول كب الكتاب بيطلع لك الجواب. ما شاء الله عليك يا لوز، ما انا من الصبح قاعدة بحكي لك هذا الحكي، تفضل اشوف تعالوا عد هون، يلا على السريع. حاضر يا الله منك يا لوز. هات اشوف. دور في الفهرس. طرق شحن الجرس العجيب ليلة العيد. حلو. ركزي روزية يلا. هيها صفحة 188. حلو. لقيتيها؟ هيها. سنخليك عندك أضبط نبرة صوتي. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زين يمكن لازم تغنوا معي بركن الجرس بده صوت أعلى شوي. يلا واحد اثنين ثلاث. ليلة عيد يا الله برنش لوزية لو سمحت بدي تمسك الكتاب شوي. انت متأكدة انك تعرفي صفحة تصليح الجرس؟ امسك لي شوي. افتحي على صفحة 188. هاي الصفحة هاي هي ما في شي غيرها صفحة تصليح الجرس العجيب. نعم صحيح. اعطيني شوي الجرس العجيب تصليح الجرس ما في شي. لا لوز الجرس ولا الصورة لوز حرام عليك. لون الجرس من الذهبي الى الاحمر. لوز يا لا لا يا لوز ولا معي ولا لا لوز لوز حرام عليك انت بس لوز يا الله منك يا الله يا ربي. هلا سيدي وتيتا سانتا بس يرجعوا من السفر ويشوفوا الكتاب بالسانتا كلوز موزع شو بدهم يحكوا عنا؟ رح يزعلوا منا كثير. يمكن يمكن يحرمونا من الهدايا. لوزية لقيت حل. تفضل. انه حل يا لوز الحل السحر اللي بدور عليه لك الصبح. شو؟ تصليح الجرس. انا لقيته بس هي ممزوعه. مين اللي مزعها هذا؟ انت. انا ما سمعتش. مين اللي مزعها؟ هو استعان تعال هون. ما سمعتش. ما سمعتش. مين اللي مزعها؟ سمعت كثير منيح.
يا الله منك يا لوز. عرفت شو بتمزعها غير هيك يا هيها هيها الكلمة السحرية ضايل منها نصها. يا الله منك مش ضايل غير رن رن يا جارس. معقول هي تكمل التاء؟ بس ما هي ممزوعة انتوا متأكدين؟ طب نجربها يلا يا معنا غزيل. رن رن يا جارس حول واركب على الفرس. يمكن صوتك كان شوي واطي. يمكن بدي اعطيك فرصه اخيره تجرب انت مع الاطفال لانه انت السبب اللي وزعتها. طيب يلا شوف الفرشه الاخيره انا وياكم. يلا جاهزين؟ رن رن يا جارس حوا يا مركب على الفرس. والله حوا موز احكي لك هالشغله كله بسببك انت السبب. يا الله منك يا لوز هيك وزعت كتاب بالسانتا كلوز. انا مش فاهمه هلا سيدي وتيتا سانتا كيف بدهم يشوفوا كتاب بالسانتا كلوز بتوزع؟ شو بدهم يحكوا عنا؟ يا الله رح يزعلوا مني كثير. كيف رح يجي لي كيس الهدايا الجديد؟ كيف؟ انا مش فاهمه انا مش فاهمه. ليه الدوزية؟ خير شو في؟ فكرة مش طبيعية. هي شكلها فكرة دائرية. فكرة دائرية شو هي؟ نستخدم الطريقة التقليدية واللي هي؟ دق الجرس بإيدي. يلا تصفع لي الكلمات السحرية وفرق يلا 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 لوز. نعم دق معها. لوزية الوردية حفيدة تيتا سانتا المخملية
انه انا هاي السنه ما اخذ الهديه. احكي لنا ليش السنه هاي الجرس مش عم بدق؟ صح يا سيدي، الجرس مش عم بدق لانه الجرس زعلان. زعلان وحردان. حردان مش جاهز ليرن الالحان كمان. اخ يا سيدي بس هو اللي زعلان. ليش حردان يعني؟ بس احنا ما عملناش اشي غلط من زمان. اوه يا مان. ايه؟ لا مش مان. طيب مالك؟ بصير ازعل سيدي سانتا هيك؟ انا بقول فرص صوت كثير. لوز مش وقته هذا الحكي حبيبي. يا الله منك لوز. احكي لنا يا سيدو شو بنقدر نسوي عشان نصلح الجرس؟ مظبوط، سؤال منطقي. انتو لازم تعرفوا هو من شو زعلان وتراضوه كمان. سيدو اقول لك شيء، بيني وبينك احسن. بنرتاح السنه من العيد وتعب العيد ومرضانا ومش مرضانا وميري كريسمس وقاعد جد مرحبا بدنا سيدي. شو 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 شو؟ لا يا حبيبي مش على كيفك، ليكون مفكر انه الموضوع على كيفك. لا يا حبيبي، هاي السنه في عيد وفي بربان وفي كريسمس وفي شجره وفي هدايا، ومش على كيفك. على كيفي لو زي لو لمره واحده خلي الشيء يكون على كيفي. لوز على كيفي على كيفي على كيفي على كيفي على كيفي لوز على كيفي لوز على كيفي. التنين هدول طبوا لي اياهم هيك هيك، وانا بدي اسال سؤال، انتوا السنه بدكم جرس يدق ويجي عيد ولا ما بدكم؟ شو طلعوا؟ ردوا علي. ليش ساكتين؟ ردوا علي. يا الله منك يا سيدو، دائما دائما هيك بتسوي لوز. نعم. مش على كيفك. احكي لك هالشغله، انا بدي اسوي لك مظاهره بنص برزيت. يلا بدنا عيد وبدنا عيد بدنا عيد وبدنا عيد وبدنا كيس هدايا جديد وبدنا عيد وبدنا عيد بما انه اطفال لوزية وانا بدنا عيد فخلص يعني بدنا عيد وبدنا عيد وكيس هدايا جديد وبدنا عيد. اذا الموضوع سهل وبسيط. سهل وبسيط اذا فكرنا بنلاقي الحل. اكيد اكيد. شوفوا شو طلبات العيد، بلكن فيها اشي مفيد. ولما تلاقوا الحل ندم فرح. شوفوا شو طلبات العيد، بلكن فيها اشي مفيد. سيدو سيدو كيف بناديك؟ غنولي غنولي اغنيتي المفضلة وبثانية واحدة مثلك. يعني زي شو ممكن يكون في اشي مفيد في طلبات العيد؟ سيدو ما حكيت لنا شو اغنيتك المفضلة؟ يا الله سيدو بدون ما يحكي لنا شو اغنيته المفضلة. معقول؟ لا مش عارفة. أنا بقول الأول لازم نسوي زي ما هو حكى لنا، هو حكى لنا إنه شوفوا شو طلبات العيد بلكن فيهم إشي مفيد. صح، وين طلبات العيد؟ هيهم. We'll be right back.
مين؟ لازم طلبات السنة كلها ايبادات واشياء كثيرة واشياء غالية. بعرف بعرف انا كثير مبسوطة لانه اكيد الحل موجود في الايباد او الايفون. اصلا انا هاي السنة بدي اخلي سيدي وسبتي يجيبوا لي ايفون وايباد واي سيار واي طيار واي ديزني واي موكلي واي كابتن رابح. بس يا روزية هذا بكلف الميزانية الكريسماسية. يعني مثلا اطلعي هون في عندي ولد طالب هو 5 هدايا واخوه كمان 5 هدايا واختهم كمان 5 هدايا وهذا الحكي بكلف كثير. ما بنفع هيك لوز لوز حبيبي. انا لسه مش طالبة هدايا كثير، كل اللي طلبتهم 5 6 وبعدين انا وكل اطفال فلسطين من حقنا نطلب هدايا في العيد. لوزية انت شو؟ انت انا مالي؟ انت اللي خليت جرس يزعل منا عشان تطلب اكثر من هدية وعشان هيك جرس زعل ومش عمته. صح انا ذكي لانه حكى لنا سيدي شوفوا طلبات العيد وشوفوا شو فيها شيء مفيد. قصدك يا لوزية قصدك انه انا لوزية الوردية حفيدة التيتو سانتا المخملية عشان عم بطلب اكثر من هدية حلوة وغالية كثير الجرس زعل مني وبطل يدوق. يا لوزية زعل منك الجرس وبطل يدوق مش حرام لانه حرام مش حرام؟ مش حرام ما يعدوا اطفال فلسطين الحلوين هدول؟ طبعا حرام. طلع منيح بعيونهم وبوجهم حرام شوفوا احلاهم مش حرام كل واحد يعرف اللعبه يلعب فيها ويستمتع فيها ويلعب فيها اصحابه ويخبط كل واحد منا يركب فيها لوحده يلعب فيها من وقت يلعب فيها محبه ويحب اللعبه عن جد لعبه وحده كبيره بس طبعا انت السبب. اوكي بما انه انا السبب شو رايكم نادي على سانتا ونساله مين السبب؟ هو بيعرف يا حبيبتي اشطر مني ومنك. انت كنت نادي سيدو سانتا؟ انا دي مين نادي سيدو سانتا؟ انتوا متاكدين؟ خلص عادي اصلا شو يعني بتقدر تنادي على سيدو سانتا مش فارقه معي. يي 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 شو يي كيف بناخذ من نادي سيدو سانتا؟ كيف؟ حكوا لك هو حكى لنا لازم تغنوا لي اغنيتي المفضله. اي بس ما هو طلع بدون ما يحكي لنا شو اغنيته المفضله. معقول لا تعيد؟ طب جربها يلا بنجربها يلا يلا ها انا بتذكر يلا. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس غني غني تن بعيد شو فكرتي فيها؟ شو؟ ليلة عيد اغنية تيتا سانتا مش تيتا سانتا كيف مظبوط ليكون هاي اغنيته تبعك يا سيدو سانتا يا طاير على الغزلان جيب الهدايا وتعالى. لا 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 قديمة كمان 2008 والله يا سانتا مشتاق لك من زمان. لا 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 جديدة مظبوط هاي قبل 2 نزلت الاغنية قديمة. شو؟ تلش 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 بغنوها بروسيا بالسويد مش بفلسطين. يا الله لوز انا مره سالت تيتا سانتا هذا السؤال وهي حكت لي انه اغنيه سيدو سانتا المفضله اهلا في بابا ناوي اغنيته المفضله اهلا في بابا ناوي. Yeah.
يا سلام، أنا شو بحب هاي الأغنية كثير كثير. سيدو شبيك لبيك سيدو سانتا إيديك. شو بدك؟ شو بدك؟ سيدو حبيبي. سيدو أنا في موضوع لازم أحكي أنا وياه. سيدو حبيبي أنا بحكي لك الشغلة. سيدو عسلام بحكي لك الشغلة. استنى شوي صغير علي. سيدو حضرة بضرة قال لي عمي عد العشرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 من أسرع سيدو أنا لقيت له حل يا سيدو. عن جد وين لا لقيت حل. الجرس يا سيدو الجرس كان زعلان منه ومش عم بدق لأنه لو زيه كانت عم تطلب بالعيد أكثر من هدية. يا سيدو عشان هيك الجرس زعل منه وبطل يدق. عم تعرف ممنوع كنا نطلب أكثر من هدية. هدية واحدة بتكفي. صح. شو رأيك يا سيدو؟ السنة أنا فكرت بطلب قرار هذا من غير هدايا. يا سيدو من خلال العيد من غير هدايا. لا وزير سيدو سنة 18 هلا مزبوط. إذا أنا لو زيي الوردة يا حفيدة تيت السنة المخملية بطلب أكثر من هدية حلوة وغالية الجرس بزعل منه وببطل يدق. طيب يا لوزية خليني أسألك هالسؤال. اسأل. إذا أنا هلا أعطيت لوز 4 أو 5 هدايا. 4 أو 5؟ وين هدية؟ بس. بتكوني مبسوطة؟ لا. طيب كيف بدك الجرس يكون مبسوط وأنت وهدك من الأطفال بتطلبوا أكثر من هدية؟ أقنعني سيدي صح بحكي. صح. أقنعني منطقي ما شاء الله عليك. يعني معقول إذا أنا لوزية عم بطلب أكثر من هدية الجرس زعل مني؟ قول انتوا بتفكروا انه مظبوط الحكي؟ طب شو لازم اسوي؟ احكوا لي هدية واحدة. اطلب هدية واحدة بس؟ لا هدية. طيب هاي المرة على ضمانتكم وعلى مسؤوليتكم انا بدي اسمع كلامكم. سيدو سانتا 18 نعم انا لو زي الوردية حفيدة تيتا سانتا المخملية قررت انه انا هاي السنة بس بدي اطلب هدية واحدة. قديش؟ هدية قديش؟ واحدة. قديش؟ زغنودة. مش شايف. اوكي. يا سيدو صغيرة. يا سيدو بعد اللي شفته في عيني واللي سمعته في ودني هلا يعني لو زيها بعد ما عرفت الخلاص رح تتراجع والجرس رح يرن كلش تمام صح؟ لا مش رح يرن الجرس. ليش؟ ليش؟ ليش يا لو زيها مش رح يرن الجرس؟ لأنه لساتك مضيع طاقيتك. أنا؟ إيه؟ أنا مضيع طاقيتك. طبعا مظبوط. بلاقي طاقيتي يا سيدو خلص. طب انسى. حاضر. وبعدين لازم تصلح الكتاب. شو كتاب؟ عم سد كلوزي. ماله الكتاب اللي حضرتك مزعته. انا انت انا لوز مين انا؟ كيف عرفت يا سيدو؟ انا مين؟ انت سد الثامن 10. طيب يعني سد الثامن شو معناته؟ شو يعني؟ يعني بيعرف كل شيء. ما تقعد تلعب علي. تستاهل يا لوز. ايش عم تحكي؟ بده يضحك على سد الثامن 10. صلح الكتاب. لازم سيدو انا بوعدك اني ادور على طريقتي والاقيها وانا اصلح الكتاب السنتا كلوزي. برافو. حاضر يا سيدو. برافو. وهلا خلينا نرتب المكان ونزينه وانا راح اساعدك. يلا جاهز؟ جاهز. يلا 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 نقول يلا سيدو وين الكابتن
عليها ونظيفة. عشان هيك شو الواحد لازم يكون يا لوز؟ صح، لازم يكون مرتب وغير فوضجين وما يضيع أغراضه. برافو عليك. صح سيدو سانتا. نعم أفهم من كلامك يا سيدو سانتا الثامن عشر إنه لوز أخي العزيز المخبلي الطار الأخضر الحلو عشانه كان مضيع طاقته بس على كتاب السانتا كلوزي الجانس زعل منه وبطل يدق. إيه لا يا لوزية، لأنك أنت كنت عم تطلب أكثر من هدية. خلص لا يا حبيبي، أنت اللي كنت مضيع طاقتك ومزع على كتاب السانتا كلوزي. هي لأنك كنت تطلب أكثر من هدية. لوز أنت السبب. أنا لا لا أنت لي سبب. أنا راح أطلب أول درس وبشير في عيد السنة. خلص احنا الاثنين؟ هذا طلع سيدو سيدو طلع. انا بقول لازم نغني له اغنيته المفضله كمان دور. خلص خلينا نرجع. ايش في كانت؟ اهلا في بابا انا وين يلي واصل انا مش طالع مش طالع. زعل عنك جد زعل وحرد منا. اطلع يا سيدو. لا 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 ارجوك. كيف بدكم اياني اطلع وانت لساتك عم تتقاتلوا؟ شو لازم نسوي؟ نتصالح وما نتقاتل؟ انتم متاكدين؟ نتصالح؟ لوز؟ نعم. بفكر انه الاولاد عم بفكروا فكرة كويسة. ما هم حق. طب تعال تعال. حاضر يا لوزي. لازم نتصالح. أخي العزيز لوز، أنا لوزية الوردية حفيدة تيتا سانتا المخملية. شو نعستا؟ لوز أنا لوزية حابة أعتذر منك وأتأسف وأحكي لك إنه أنا غلطت في حقك و I am very sorry وفي العربية أنا متأسفة. لوزية تفضلي. أختي العزيزة لوزية، أنا لوز حلو مر بسيط مملح أصلي موسمي. إيه أنا لوز فقط لا غير. أيوة هيك حفيد سانتا كلوز. بحب أقول لك يا أختي العزيزة أنا آسف على كل ما بدر مني من أخطاء في حقك، وبالإنجليزي I'm very 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 sorry. من الأولاد اللي بعرفوا يعدوا بالفرنسي. جو سويت تيزوني لوزية بحبك جدا. سيدو 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 احنا اسفين. سيدو احنا اسفين. يا الله يا سيدو الاهلا هاي المرة عن جد زعل منا. يا الله يا لوز. سيدو 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 انا ولوز خلاص انزعلنا وهاي المرة عملنا عن جد اجتماع. سيدو انت وين كنت؟ سيدو لا 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 هاي المرة خليها علينا أرجوك. شبك روبك لوزية بين إيديك. برافو عليك يا حلوين عن جد. هلا انتو حفظتوا الدرس وهلا الدرس رح يرن. انت ليش وصلتك دايما محروقة؟ استنى شوي صغير علي. عرفتوا ليش الجرس ما كان عم بدور؟ يا سيدو لان انا كنت مضيع اغراضي وكنت غير مرتب. صح وانا كنت اطلب هدايا كثير وما افكر في غير من اطفال فلسطين. مزبوط. وهلا انا بقول لكم انه الجرس راح يدق بس بعد ما تعلموني وتعلموني كل هدول الناس الموجودين راس العيد. هذه بسيطة. يلا بنعلمهم اغنية العيد بتقول يلا ليلة عيد. يلا هاي سهلة ركزوا معي عشان نرقصها كلنا مع بعض. يلا ليلة عيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. سيدو فزت ها؟ كمان مرة كمان مرة كمان مرة. يلا ليلة عيد ليلة عيد نعلمهم اياها على الواقف. يلا على الواقف كمان مرة لسه مش مفيدة. يلا كلنا مع بعض عشان نرقصها مع بعض. ليلة عيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد زينة وناس عم بدرن بعيد. سهلة جاهزين فزتوها؟ كلكم فزتوها؟ ممتاز. هلا واحد اثنين ثلاثة هاري.
Yeah, no.